السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالون والمهتمون بتربية النحل في وطننا العربي الحبيب وفي جميع أنحاء العالم. إن صحة خلايا النحل هي أساس نجاح أي مشروع لتربية النحل واستدامة إنتاج العسل، والآفات التي تصيب أو التي تستوطن داخل الخلية تمثل تهديد مباشر لقوة المستعمرة وإنتاجيتها، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر فادحة إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال. إن مكافحة هذه الآفات داخل بيئة الخلية تتطلب منا حذرا شديدا ومعرفة متخصصة، حيث إن استخدام المبيدات قد يحمل مخاطر جسيمة على النحل والملكة، ولأن بيئة الخلية تتطلب منا تعاملا خاصا وحلولا دقيقة، فإن البحث عن بدائل آمنة للمبيدات يصبح ضرورة ملحة علينا جميعا. وتحت هذا العنوان بدائل المبيدات في مكافحة آفات النحل، يتحدث إلينا في مشاركة فعالة ومهمة جدا في يوم النحل العالمي وبرعاية المجاميع العلمية لتربية النحل الدكتور القدير أحمد رمضان مزيد من مصر، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله احتفال موفق، وندعو ربنا سبحانه أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي جميع الدول الإسلامية جميعا. إن شاء الله محاضرتنا عن البدائل المبيدات في مكافحة الآفات اللي هي بتهاجم النحل أو المناحل. أهم الآفات الموجودة عندنا في مصر هنا الدبور الأحمر، وإحنا يعني بنستخدم له مصايد وده اللي منتشر يعني، ولكن أحيانا بعض الزملاء بنلاقي أن بعض النحالين أحيانا تستخدم مبيدات وتعفر بها الدبابير وترجعها للعش بتاعها. هي طريقة بتجيب تأثير، ولكن طبعا بتعمل تلوث للبيئة، لأن احنا ما بنعرفش الدبور بيرجع ولا مش بيرجع، وممكن ينزل في مكان تاني يسبب مشكلة. فالأفضل طبعا استخدام المصايد، لأن هي دي بتكون آمنة بنسبة 100% يعني، ودي تعد أفضل مصيدة احنا جربناها وشفناها بتجيب نتائج مع الدبور، نتائج ممتازة جدا، ونعملين عليها فيديوهات كتير. وده بالنسبة للأفة الأولى اللي هي الدبور، وفي فيديو لسه بيحمل يعني هيظهر المصيدة بشكل أوضح. اللفة الثانية المهمة عندنا احنا طبعا اللي هي الفروة، وهي آفة، المفروض آفة يعني، لكن للأسف في أغلب الكتب أنا مش عارف ليه بيكتبوها على إنها تبع قسم الأمراض، فالمفروض نناقش الموضوع ده، لأن هي آفة لازم يعني تتحط في قسم الآفات وليس الأمراض، حتى وإن تسببت في نقل مرض فبتسميها آفة يعني نقلة للأمراض، اللي هي بتتسمى فيكتور، ودي موجودة زي الذبابة البيضاء بتنقل الفيروس، وأغلب المن، أغلب الحشرات الثقب المصة اللي هي أجزاء فمها ثقب مصة زي الفروة بتنقل الأمراض. بالنسبة للفروة طبعا هو أكتر آفة بيستخدم لها النحال مبيدات داخل الخلية، وده بيسبب دمار الخلية بالكامل. يعني احنا شفنا مناحل تم إبادتها بالكامل، لأن هو استخدم الميتاك مباشر على النحل وده أفنى الخلايا كلها. وطبعا الطرق البديلة، أولا استخدام المواد الطبيعية 100%. احنا كنا عملنا بحث على استخدام مواد طبيعية زي الثوم والبصل، وكان جايب نتائج قوية جدا،
وجربها كتير من النحالين وجاب نفس النتائج، وأعرض لحضراتكم بعض الصور على السريع بخصوص النتائج بتاعتي. والطريقة بسيطة جدا، إن إحنا بنحط الثوم فوق الخلية أو البصل الشرايح، وبعد كده بنسيبه لمدة 3 أيام وبنشيله بعد كده، وبيجيب نتائج ممتازة جدا جدا بسبب تساقط الفروة بشكل كامل عن النحل. الآفة الثالثة اللي إحنا بنشوفها إنها مهمة جدا في المناحل، وهي دوت الشمع. ويعني استخدام المواد الكيميائية ليها طبعا مش هينفع، لأن وجود الشمع بتبقى فيه بعض المتبقيات، وبعد كده نخزن عليه عسل تاني فتحصل مشكلة، وهيضر النحل وبيضر العسل نفسه. الأفضل طبعا هو استخدام البدائل، وأفضل البدائل استخدام طرق المكافحة الحيوية. يعني بيستخدم طفيل التريكوجراما، وده طفيل بيض بيتطفل على البيض بتاع خرشوفة الأجنحة كلها، وبيجيب نتائج حلوة خالص. واحنا كنا اشتغلنا بحث على الموضوع ده، وفي بعض الصور هعرضها لحضراتكم اللي هي بتدل على ان هو بيتطفل على البيض بتاع دوت الشمع طفيل التريكوجراما. لما بيحصل التطفل ناجح بتلاقي البيض يتحول للون الاسود. البيض اللي هو ابيض ده طبعا ما تمش التطفل عليه، والبيض اللي لونه من جوه اسود ده تم التطفل عليه بواسطه طفيل التريكوجراما. في طفيل تاني مهم جدا ومتواجد داخل الخليه، يعني هو بيتواجد بشكل طبيعي داخل الخليه، لأن هو مصاحب لليرقات بتاع دوت الشمع، وطفيل الأبنتاليس جالرياي. وده احنا كنا عملنا عليه بحث وجدنا ان هو من افضل الطفيليات في استخدامه، لأن هو متواجد داخل الخلية بشكل طبيعي. فغير البراكون هيبيتور ده مش موجود. انا بجيبه واستخدمه، لكن انا بجبره على وضع مش طبيعي، لكن ده متواجد بشكل طبيعي داخل الخلايا بتاعتنا. دي تعتبر يعني أهم الآفات اللي موجودة كآفات حشرية في المناحل عندنا. وفي آفات تانية، وفي بعض الأمراض برضو المفروض إن احنا ندور على بدائل ليها. وأهم الأمراض اللي أنا شايف إن احنا هنشوفها ولازم نعمل عليها يعني أبحاث كتير ونلاقي لها بدائل، النوزيمة، لأن هي مسببة مشاكل جامدة وبتتواجد بشكل كبير يعني. وإن شاء الله الأيام اللي جاية يكون في أبحاث خاصة بالبدائل اللي بتستخدم للنزيمة. وكده انتهت المحاضرة، وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفاروة لا يعد تبع الحشرات، لأن هو طبعا تبع العناكب، ودي تبع الآفات الحيوانية.